اليوم في مدينه تطوان هذه طبعا الاسبوع الثاني، كل يوم نخرج للشارع نعبر عن راينا برفض القرار ديال وزير التعليم بن موسى. هذا القرار المشحف في حق الطلبه والطالبات المجازين والمجازات. هذا القرار طبعا للاسف الشديد اليوم عندنا ملاحظه مهمه نسجلها على طبعا وزاره التعليم باشملها. كيف يعقل على ان مثل هذا المجال ديال التعليم اللي كنعتبره هو مجال استراتيجي لتقدم الدوله، للاسف اليوم 6 سنوات من النقاش الاجرائي التقني هو التعاقد اليوم هذه الاسئله بانتقاء السن وغيرها من التجارب التي تطبق على هذا المجال اللي هو مهم جدا، بدل ان ننفتح اليوم على التكوين المستمر على بناء يعني جامعات ومدارس جديده، ولكن ما زلنا في هذا الخطاب. كيف يعقل مثل هكذا قرار يؤخذ في 12 ليل بهذا البلاغ الفجائي الليلي فقط لاستحمال المغاربه وترصدهم؟ هذا غير معقول. طبعا نقطتين عندنا فيهم مشكل اليوم واللي هما خصني يجاوبنا عليهم هاد الوزير. النقطة الأولى طبعا هي نقطة السن اللي فيها ضرب كبير في الدستور اللي كيضمن لنا حق في الوظيفة نحن الشباب بصفة خاصة. الشباب اللي كيحدد الدستور المغربي بالسن في 45 سنة هو اليوم كيعطي على 30 سنة. عندنا نقطة الانتقاء اللي تكرس منطق ليبرالي متوحش خاطر على الشباب، فيه إقصاء ممنهج للشباب والشابات، وهذا الشيء يعني أسئلة مطروحة وأسئلة كبيرة. بدل هاد الشعب هادو هاد الشباب يكونوا اليوم كيراجعوا في البيوت ديالهم في الكليات، هم اليوم كينضلوا في الشوارع، وبالتالي اليوم كيف يعقل انهم كيتصافوا مع الطلبه بهذه الطريقه ومع المجازين؟ وهذا فيه مشكل كبير، واجب على الدوله انها تحمل المسؤوليه ديالها فيه وتفسر للشباب علاش هذا القرار بالضبط. كيف يعقل هاد الناس هادو جوج الاسابيع وما كينضلوا على جميع ربوع المملكه، ولكن اليوم ولا جواب ولا حتى حاجه. واخر مقوله ديال بن موسى كيتكلم كيقول ما يلي، كيقول 100,000 تسجلوا هما غير اقليه، وانت السي الوزير حنا عاملينك اقليه باش تدافع على حقوق الاقليه، هذا هو الواجب ديالك. اذا كنت سياسي محض هو هذا الشيء هو الدور ديالك. حنا كاملين كنعرفوا ان السياسي اليوم فيهم واحد البقيع ابو زيد كيقول واحد الكلمه مشهوره، كيقول ان الاصل في السياسه هو سوء الظن. حنا سوء الظن في هذه القرارات اللي تاخذوا. هو كيقول لك الكفاءه لا، هاد 30 سنه اللي عندنا اليوم باش يطحنوا ديك ولد الشعب المغربي، باش يجي اخر عنده 25 سنه يبقاو يسفوا بديك صندوق التقاعد اللي سرقوه باغيين يعمروا به بهاد الشباب اللي هما صغار في السن. اللي كنبغي نقول في اخر هاد النقطه السمع على الاطاله هو اننا ما ندخلوش المنازل ديالنا، ما نرجعوش ما نتراجعوش على هذا القرار هذا حتى يتراجع عليه، لانه حق مشحف ومشحف في حق جميع الشباب هنا في المغرب. وتحيه عاليه لكافه طبعا. قبل ما نختم واحد الحاجه مهمه جدا، انا اعتبر ان هذه المسؤوليه مسؤوليه الصحافه ومسؤوليه المثقفين والشباب والاساتذه انهم يسقطوا هذا القرار اللي هو يضرب في انسانيه الانسان. وتحيه عاليه لكافه المناضلين والمناضلات، والسلام عليكم ورحمه الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.